فالحمد لله الساعة فحنا على استعدادات مهمة لأننا عندنا مشاركة إن شاء الله في المستقبل القريب في رياضة الكاراتي. وسنوجدوا راسنا لونطريمون ستكون بشكل عادي حصة كل نهار طيلة الأسبوع، سناخذوا يوم راحة مرة في 15 يوم باش نرتاحوا فيه. والحمد لله المستوى في التدريب غادي يطلع من شوية حسن بزاف، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى وفقنا باش نزيدوا ونشاهدوا أكثر، وملي يكون استحقاقات جاية إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجمهور المغربي. الشباب باش نصحهم انهم خاصهم يمارسوا الرياضه، وكل واحد عزيز عليه الرياضه يمشي يترينيها ويديرها من قلبه، ماشي غير يتريني ويجي يريح عادي. فعلاش لا ما نكونش بطل في ديك الرياضه العزيز عليا ونترينيها لونطريمون ديال بصح كيف ما تنقولوا. والشباب انا النصيحه اللي تنصحهم انهم يبعدوا على المخدرات، مهلكوا صحتهم، اي حاجه اللي هي تتاثر على الصحه ديالهم خاصهم يديروها. واحد ولي قابل العمل ديالو ولا القرايه ديالو ويدير سبور بين عينيه يبقى يتريني، حتى لما مشيتش بعيد في داك الدومين اللي بغيت ديال السبور اللي حبها قلبي وبغيت نمشي فيها، على الاقل الانسان يتريني بوغ لا فورم. هادشي باش نقدر ننصح الشباب. فصراحة اللي بغى يتريني مرحبا به بدون مقابل. اللي تهمني هو أنني نشوف الشباب نقي، بغيت من هنا لقدام نشوف المغرب ديالنا يكون زوين، الوداد ديال المغرب يكونوا كاملين تيديروا سبور، كاملين يشاهدوا في العمل ديالهم، اللي تيقري يشاهد في القرايه ديالو. وانا راه الاشاره اللي بغيت تريني مرحبا به على الراس والعين. انا الهدف ديالي كيف ما قلت لك هو من يكون خارج الشارع ديما نشوف وليدات البلاد، نشوفهم نقيين وزوينين، ونزيدوا بهذه البلاد القدام لانها تستاهل كل الخير.